فيه جبال وبلادهم كلها جبال لما داود يقول لا إله إلا الله وإذا كل الجبال المحيطة والمكتنفة الناس يسمعون أنها تقول لا إله إلا الله. هل معكم مسجلة؟ تفتح هذا المسجل مو إنسان وإنما ترد عليك ما أخذ من الأصوات. لكن هذا صنيع وصنع وتحت موازين علمية وصناعية. الشريط يأخذ بسبب الكهرباء الصوت ثم يرد بسبب الكهرباء الصوت. لكن الجبال كن يسبحن مع داوود إعجازيا، يعني بقدرة الله تعالى أنه داوود إذا سبح في بين الجبال كل الجبال يسبحن معه. يقول لا إله إلا الله، الجبال تقول لا إله إلا الله. يقول داود الحمد لله، الجبال كلها تقول الحمد لله. يقول داود سبحان الله، الجبال كلها تقول سبحان الله. داود يقرأ الزبور، لأن الكتاب الذي أنزل على داود يسمى بزبور، كما يقول الله في القرآن الحكيم، يقول وآتينا داود زبورا. موسى التوراة، وعيسى الإنجيل، ورسول الإسلام القرآن، وإبراهيم صحف. والزبور كان لداود، وآتينا داود زبورا. فإذا داود كان يقرأ الزبور، يعني يفتح الزبور ويقرأه، وإذا كل الجبال يقرؤون معه الزبور أيضا، الناس يسمعون. وهذا كان معجزة داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، هاي معجزة. بعدين الله يقول والطير، والطير يعني سخرنا مع داود الطير، الطير يعني يسبح. يعني ماذا؟ يعني داود كان جالسا يلفظ هنا وهنا ديك، وهنا حمام، وهنا عصفور، وهنا طوطي، وهنا نوع آخر من أنواع الطيور، الطيور الموجودة. فإذا داود مثلا جاء إلى زيارتكم وفي بيتكم أكو قفص من الطيور أو مفردات الطيور، داود وقت اللي يريد يقوم يقول يا الله مثلا كل هالطيور الموجودة كانت تقول يا الله. الناس يسمعونها، مو أنه فرد شيء ما يسمعون الناس وفرد شيء معنوي، لا. أو أن داود لما كان يذكر الله ويسبح الله وإذا كل الطيور التي معه وهناك في البيت أو في الشارع أو في القفص أو في حديقة الحيوانات أو ما أشبه كلها تنطق بما ينطق داود من ذكر الله. وآتينا داود زبورا، والزبور إذا تلاه داود الحيوانات يقرؤون معه. هذا لا شك فيه، ونحن نعتقد وعلميا ثابت أن الحيوان يشعر. هذا الحيوان الذي هو الحمام، أو هذا الحيوان الذي هو أكبر من الحمام أو أصغر من الحمام، كلها له شعور، وكله له نطق، وكلها له نطق، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، وكما ثبت علميا الحيوانات كلها لها نطق، وكلها لها فهم، وكلها لها إدراك. هذا ما كشفه الإسلام والدين قبل الإسلام أولا، ثم جاء العلم وأكد على هذا الشيء، وكلكم تقرؤون في الجرائد والمجلات. لكن داود امتيازه أن الطير ينطق نطقا واضحا معه. يعني الدجاجة تشاركين يتكلم، تتكلم الدجاجة، أو الحمام رأينا يتكلم بلغتنا، يتكلم بلغته لا شك فيه، حتى النملة تتكلم بلغتها.
وحتى الأصغر من النملة والأكبر من النملة كل هذا تكلم لا شك فيه، لكن الكلام في أنه كلام مسموع البشر يسمعه. داود إذا في الصحراء وفي الجبال ينطق، الجبال ينطق معه وتنطق معه. وإذا في البيوت أقوم دائما مو في الجبال، داود في بيتك وفي بيتي، لأن داود نبي وأنبياء الله متواضعون. أن القانون لا يقول لا يسمح للنبي أن يذهب إلى دار الرعية ودار الفقراء، بالعكس الأنبياء كلهم جلساء الفقراء والمساكين. وأكو في الأحاديث أن داود لما كان يدخل المسجد ويرى حلقا من الناس جالسين حلقة فحلقة، شايفين المساجد بطبيعة الحال الناس يجلسون فيها حلقة، جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا. في الحديث أكو أن داود على أنه نبي وعلى أنه ملك، مو نبي. الآن نحن شايفين علماء يسوون الأشياء، لكن عالم مو بيده السلطة بطبيعة الحال، عالم إنسان عادي حتى إذا جلس مع الناس فهو رجل عادي، وإنما بعض الكلمات من العلم عنده. لكن داود ملك ورئيس جيش ورئيس مال ورئيس دين ورئيس دنيا. كان إذا دخل المسجد ورأى حلق الناس جالسين تصفح وجوههم وجلس مع فقرائهم. لماذا جلس مع الفقراء؟ مو ازدراء بالأغنياء، لا، بطبيعة الحال الأنبياء يحترمون الفقير ويحترمون الغني لا شك فيه، وإنما حتى أن الفقراء لا يقولوا أننا أزدري بنا وأن داود جلس فقط مع الأغنياء وأنه أهاننا ولم يلاحظنا. كان إذا دخل المسجد وبطبيعة الحال هو كحاكم أعلى وكملك يراجعه كل صنف الغني والفقير وهو متواضع في مجلسه للكل، لكن حتى لا يقول الفقراء إنه لا يهتم بنا، فكان إذا دخل المجلس جلس مع الطبقة الفقيرة إذا دخل المجلس أو المسجد. فكان داود يذهب إلى بيوت الناس ويحضر العاديين، شلون زيارات وتبادل، ثم داود من أقربائهم، يعني أن له أقرباء كثيرين في البلد، فيروح إلى بيت فلان وبيت فلان، وهذا يأتي إلى بيته وهذا يأتي إلى بيته، كما هي عادة أنبياء الله الارتباط بالناس وبطبقات الناس. فكان داود إذا دخل بيتاً، وأنبياء الله من قاعدتهم دائماً ذكر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، ما شاء الله. بمجرد ما يقول داود هذه الكلمة وهناك طير موجود، حمام مثلا، داود قال ما شاء الله، الحمام يقول ما شاء الله، كل الناس تستمر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يعني الطير أيضا كان مسخرا بداود يسبح مع داود، وهذا كان معجزة داود وأنه نبي من عند الله. الحيوان الحقيقة أنه نحن نزدري غالبا بالحيوانات، يعني نحن نظن أن خلق الله المفضل نحن، بينما أن خلق الله المفضل المطيع عنده. الحيوان أيضا له شعور، أيضا له إدراك، أيضا له كلام، أيضا له غريزة، أيضا له فكر. قسم من الناس يتصورون الفكر محتكر لنا، لا، حتى الحيوان يفكر، لكن في درجات أنزل. ما شايف في المجتمع أكو عندنا إنسان فطن ذكي، وأكو إنسان متوسط، وأكو إنسان بليد، وأكو إنسان أنزل من البليد. الحيوانات في طبقة نازلة بطبيعة الحال، ومثبت في طبقة الإنسان من التفكير، وإلا لها العداوة ولها المحبة ولها الشهوة ولها الغضب ولها الحزن ولها الفرح
ولها الجوع ولها العطش ولها غرائزنا أيضا أيضا بالحيوانات. هذه الغرائز مشاهدة، ما يحتاج إلى علماء الحيوان، لا، هذه نشاهدها في الجثرة في دارنا، ونشاهدها في الفرخة في بيوتنا، ونشاهدها في الحمام وفي الصخرة وفي الخروف وفي أي حيوان، وحتى في النملة وحتى في الذبابة. لما تحرك يدك لماذا تطير الذبابة؟ هربا، يعني أن الذبابة شعرت بأن عدوا توجه إليها فهربت. غير تفسير النملة كذلك، النملة الصغيرة الصغيرة إذا لاحظتها، إذا أمواج الهواء ارتطمت بجسمها بسبب يدك فورا تهرب. كما أننا نهرب من الأعداء، الحيوانات أيضا تهرب من الأعداء. بل الأعجب أن الحيوانات، هذا يحتاج إلى الإخوان يقرؤون كتب الحيوانات حتى يرون عجيب خلق الله في الحيوان. وفي الحقيقة ما أعجب الأشياء الموجودة في الحيوان. الحيوانات كثير منها أكثر من الإنسان مزود بالمعرفة والفهم في جهات خاصة. الإبل شايفينه، ولو أنه بعض الشباب لعله ما شايفين الإبل لأن ما طالعين من البلد، وفي البلد غالبا ماكو إبل، يعني أنا ما شايف الكويت إبل، لكن في طريق السعودية وفي العراق وما أشرفوا آبال بعير جمال، في التصاوير كلنا شايفين بطبيعة الحال. هذا الإبل في الحقيقة حيوان عجيب، الله في القرآن يذكره، لكن نحن نقرأ الآية ونمر على الآية، يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. علماء الحيوان يقولون هذا الحيوان مدهش. شلون مدهش؟ تأتي بهذا الحيوان في صحراء. السابق العرب السابقين كانوا يستعينون بهذا الحيوان لكشف الماء. يعني شنو؟ يعني أنه وصلنا في صحراء من هذه الناحية 100 فرسخ، ومن هذه الناحية 100 فرسخ، ومن هذه الناحية 100 فرسخ، ومن هذه الناحية 100 فرسخ. لا نعلم هل في هذا الصحراء ماء، عين، غدير، نهر، ما أشبه أم لا. كانوا يأتون العرب على البادية ببعير، يتركون هذا البعير ترك، يعني أنهم ما يجبروا على الذهاب يمينا أو شمالا. هذا الحيوان يستشم رائحة الماء، هم كانوا يقولون يستشم. في الحقيقة نحن لا نعلم، وإلى اليوم العلم ما كشف عن هذا الشيء، من أين يحس هذا الحيوان بالماء؟ العرب كانوا يقولون يستشم الماء، وفي علم الحيوان المشهور يقولون يستشم الماء، لكنه حقيقة شنو يصير هذا عنده بالنسبة إلى الماء مجهول إلى اليوم. يعني حسب علمي واطلاعي بالنسبة إلى الكتب المرتبطة بالحيوان، كانوا يأتون بهذا الحيوان في وسط الصحراء، وقلنا صحراء خضراء 100 فرسخ من اليمين ومئة من الشمال ومئة من الخلف. وإذا هذا الحيوان يفكر قليلاً يتجه اتجاه، يذهبون خلفه أو راكبين عليه، وأن زمامه خالين على نفسه. هذا الحيوان يذهب 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 يذهب، وإذا بعد 50 فرسخ يصل إلى الماء. إذا عرب البادية تسأل عنهم كلهم يدرون بهذه الحقيقة. فكانوا يستعينون بالبعير لكشف الماء. الإنسان المفكر العاقل المدبر الحكيم الدارس ما كان يدري، لكن هذا الحيوان كانوا يتركونه يذهب يذهب يذهب. أحيان منا يذهب إلى كربلاء نقل الماء. ما علمك أيها الحيوان؟ وأية حاسة فيك
ölen yan meçhul alel-had. Alati bi'adel hayvan. Ve şeyhun aheran a'cabu min hâzâ şey annehu bedu يعرفون هذا الشيء إذا أنتم مربوطين بالبدو صاحب الجمال يقولون لكم هذا الشيء ولا نريد الآن أن نفصل بالنسبة إلى هذا الحيوان الجمل وإلا له مكان خاص ومقام خاص هذا الحيوان من عجيب أمره أنه مثلا نحن أردنا أن نسافر من الكويت إلى الجدة والطريق كلها صحراء ويستوعب هذا الطريق شهرا من الزمان البدوي كان يأتي ويقول لبعيره يا بعير شهر زمان ماكو ماء يوديه بالماء يشرب 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 بمقدار يتزود لشهر من الماء في الصحراء المحرقة والشمس المشرقة الساقطة في تموز مثلا وإذا كان فهم بعيره أن الطريق 20 يوم ماكو فيهما أن الطريق 10 أيام ما فيهما بمقدار 10 أيام يشرب ما بمقدار 20 يوم يشرب ما نحن لا نتمثل من هذا الشيء إطلاقا كانوا يذهبون من العراق إلى الشام في بادية الشام مشهورة والتي يقين قارين عنها في جغرافيا أحيانا 20 يوم في بغداد يعطون الماء للبعير فيشرب البعير الماء ويقولون له طبيعة الحال التفاهم الذي بين راعي البعران الجمال وبين البعير هذا البعير يقدمون الماء إلى 20 يوم لنفرض أنه يشرب 20 كيلو ماء إذا فهموا 30 يوم ماكو ما يشرب 30 يوم إذا فهموا 10 أيام ماكو ما يشرب 10 كيلوات ما الحقيقة هل هذا الإدراك موجود عندنا؟ وهل هذه المقدرة موجود عندنا؟ لنعرف أننا فرد أسبوع ماكو ما يتمكن نشرب ما بمقدار أسبوع ما لنفرض عن 20 يوم ماكو ما هل نتمكن أن نشرب مقدار 20 يوم من الماء؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ولعل بعض الشباب الأصدقاء اللي يجون هنا في الديوانية قروا هذا الشيء لأن إني أريتهم هذا الشيء ولعل بعض الآخرين أيضا قروا قبل 10 أيام تقريبا أو قبل رمضان تقريبا ليوم يومين كان كاتب في ملحق القبس يقول أغرب وصية في أمريكا أن سيدة وصت لديكها ما أدري 100,000 دولار ديك حق الديك هذا المعروف لماذا؟ كلام نبي لماذا؟ يقول لأن بيت هذه السيدة احترقت وليس في البيت أحد إلا هذا الديك فجاء هذا الديك وكان مصور القبس نفس الديك الديك الرومي قسم من الديك فكان جاء هذا الديك وينكر بشدة السيدة سيدة صاحب البيت لماذا لما كانت عجبة أن الديك لا ينكر ثم الديك أليف وإذا بها ترى أن جانبا من دارها أخذت تحترق ولولا هذا الديك احترقت الدار والسيدة من فهم هذا الحيوان الديك ديك ديك الذي لا يشعر حتى يأتي وينقذ صاحبها ولهذا في مجلة القبس أظن جريدة القبس تقول أنها وصت لديكها بعدها ب100,000 دولار أو أكثر أو أقل لأنها أنقذت حياتها حيوان هكذا حيوان يشعر يعقل يفكر لها غرائز لها شهوات لها حزن لها ألم لها غضب أو البارحة رضوان الصديق يقول لي هنا أكو هنا بعض القصابين لما يريدون بارحة والبارحة يقول لي هنا يقول أن بعض القصابين لما يريدون أن يذبحوا الثور وما أشبه أول ثلاثة أربعة يأتون بالشرازات وبالعود الخشن وبالخشب
ويضربون هذا الحيوان ضربا مبرحا ثم يقتلوه. هذا مجرد شرع اصلا. ولو ان الذبح بعد ذلك جائز واللحم حلال، لكن هذا الشيء وهو ان يضرب الحيوان ضربا مبرحا حتى يدوخ شرعا ليس بجائز، حرام، لان اذا الحيوان لا يجوز. الرسول يقول ان امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة. هذه الجمعيات المشهورة في الغرب، جمعيات الرفق بالحيوان، هذه الجمعيات عندنا وفي ديننا وفي مبدأنا وفي أحاديثنا لا يجوز لك هذا الشيء، حتى أن النبي نهى عن قتل النملة إذا لا تؤذيك. إذا أذت جزاء سيئة، أما إذا ما أذت النملة، نهى النبي عن قتل النملة والنحلة والصرة والصوام. النبي نهى عن قتل هذه الحيوانات. ورسول الإسلام يقول ليلة أسري بي إلى السماء في المعراج، رأيت عصفورا يطير حول العرش ويقول يا رب اسأل هؤلاء الذين قطعوا رأسي لماذا؟ فسمن الناس متعارف عندهم أنهم يأخذون العصفور ويقطعون رأسي، مجاز شرعا وحرام. وإذا فعل الإنسان هذا العمل يكون اللحم هذا الحيوان حراما. نعم جائز الذبح بالموازين الشرعية للأكل مو للهو، حتى أن الإنسان الذي يسافر لصيد الله صومه تمام وصلاته تمام. يعني شنو؟ يعني الآن باشر غدا نحن صرنا جماعة أخذنا قاربا نريد الذهاب 100 كيلومتر نصيد السمك، للأكل لا بس، للعائلة لا بس، للتجارة لا بس، أما نصيد السمك تلهيا كم وقت؟ إذا سافرت هذا السفر فصلاتك تمام لازم أضع الأقصى، وصومك لا تكفر ولو 1000 كيلومتر ذهب. ولو سافرت من هنا بالطائرة إلى لوس أنجلوس، لأن لوس أنجلوس إلى هنا 13 ساعة المسافة، 18 ساعة المسافة أظن، و 13 ساعة الفرق بيننا وبينهم في طلوع شمسنا وشمسهم. بالطائرة جنب وجهة ركبت حتى تروح إلى لوس أنجلوس تصيد، صيد الله لعب، تقضي وقت، صومك صحيح، يعني يجب أن تصوم وصلاتك كامل. الحيوانات لها شعور، لها إدراك، لها دعاء. في الآية الكريمة يقول الله كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذه آية قرآنية، يعني الحيوان مثلك ومثلي يصلي، والحيوان والطير والنمل والأكبر والأصغر مثلك ومثلي يسبح. كل قد علم صلاته، يعني علم يعني الله يعلم، كل قد علم صلاته وتسبيحه. أكو أحد علمائنا الكبار، لكن مع الأسف هذا عالم المسلمين، لو كان عالم الغربيين كانوا يقدروه بالتأثير هائل ومدهش. هذا العالم قبل 700 سنة يريد نقل قصة عن الحيوان. هذا رجل مدهش في العلم واسمه الشيخ نصير الدين الطوسي. وإذا ذهبت إلى كاظمية وإلى العراق مقام الإمام موسى بن جعفر وقبره الشريف في الرواقين، الرواقي لها الصوت والرواقي لها الصوت، عالمان مدفونان، أحدهما الشيخ المفيد محمد بن النعمان المفيد مات قبل 1000 سنة، والعالم الثاني الشيخ نصير الدين الطوسي مات قبل 750 سنة. كلا العالمين عجيبين في العلم، هم المفيد عجيب، هم نصير الدين الطوسي عجيب. نصير الدين الطوسي من أبرع الناس في العلوم الرياضية،
وإلى اليوم أن النظام الرياضيات اسم منه متخذ من هذا العالم. ولا تبرأ أنا نقلت لجماعة من المثقفين الشباب والمدرسين هنا في الديوانية بمناسبة نقلت لهم فرد قاعدة رياضية في الجبر والمثلثات عن نصير الدين، وقلت إنه أول رجل اخترع هذه القاعدة عبد العزيز الأسيري كان موجود ولعله الآن هم موجود. قال عجيب، قال هذا احنا ندرس حتى في مدارس الكويت. قلت مو حتى في مدارس الكويت، وحتى في مدارس موسكو ومدارس نيويورك يدرس هذه القاعدة، ومخترعه نصير الدين الطوسي. ولو كان نصير الدين الطوسي عالم غربي لرأيت بنايات باسمه، مدارس باسمه، شوارع باسمه، محلات باسمه، كتب باسمه، نجوميا، فلكيا، جغرافيا، بالإضافة إلى أنه عالم فقه وعالم أصول وعالم اعتقادات وعالم تاريخ وعالم حساب. هذا الرجل الله تعالى جعله علما هائلا. لكن هذا الإنسان مع الأسف بأيدينا نحن، وهذا عالم من علماء المسلمين، والمسلمون لا يقدرون، ما أقول كلهم يقدرون، وأكثرهم 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 لا يقدرون. هذا العالم له خدمة ثانية، الخدمة الثانية في الحقيقة خدمة مدهشة. الخدمة المدهشة ما هي؟ أنه تمكن من أكبر خطوة لحفظ البلاد الإسلامية في سيل المغول، لأن البلاد الإسلامية تعرضت لسيول، سيل جاء من الغرب مع الصليبيين في القصة المشهورة، وسيل جاء من الشرق مع المغول في قصة مشهورة. وهؤلاء قوم سيل يهدمون ويخربون ويحرقون وكل شيء يصنعون المغول، وتاريخ كليهما موجزا موجودا في كتب مدارس البلاد الإسلامية كلها، سواء تاريخ الصليبيين أو سواء تاريخ المغوليين. هذا الرجل في إيران ذاك اليوم في قرية صغيرة تسمى بقرية ألموت، هنا نصير الدين الطوسي، ويفكر ويكتب ويؤلف ويعلم، شأنه شأن سائر العلماء. لما رأى سيل المغول الجارف شاف أن هذا السيل لو اكتسح بلاد الإسلام لا يبقى منه شيء. فكر في أنه إنه لا يتمكن من أن يقف أمام هذا السيل، سيل سيل. فكر في طريقة لإيقاف السيل. وفي الحقيقة من ظلم التاريخ لهذا الرجل أن هذه القصة مو مذكورة في كتب المدارس، بينما من الواجب أن يشكر هذا الرجل بمقدار ما يشكرون صلاح الدين الأيوبي. شكر يشكر صلاح الدين الأيوبي بالإذاعات والصحف والمدارس. ولو لي تعليق على هذا الشيء، وفي مناسبة أخرى أقول تعليقا عن التواريخ مو تعليقا اجتهاديا، نصير الدين الطوسي بهذه العظمة وأكثر يجب أن يذكر، لكن ظلمه التاريخ. نصير الدين فكر في أنه كيف يوقف سيل المغول الجارف. فكر أحسن طريق أنه يذهب ويتصل بنفس الملك المغولي ويصبح مستشارا له حتى يتمكن من إيقاف سيله. اسمعوا يا شباب، لأن هذه القضايا قليلا ما تقال وقليلا ما تدرس وقليلا ما تذاع في الإذاعات والصحف، ولعلي للمرة ما سمعتها في إذاعة ولا للمرة ما رأيتها في صحيفة، وإنما استخرجتها أنا من التواريخ، التواريخ القديم، التواريخ الحديث أيضا يترك هذا الشيء. هذا ذهب وعرض نفسه إلى الملك المغولي وقال إني مستعد لخدمتك. الملك الصفاق الغائل والذي جاء ليكتسب الإسلام من جذوره،
الملك المأمون جربه شفاعات واسع بحر ويتمكن من حفظه قال لا بأس فأخذ يحلمه يحلم الملك المأمون وله مقصد ذات يوم قال له أيها الملك أنك تفتح البلاد وأن لك أعداء وأنك تحارب والمحارب قد يغلب وقد يغلب شو هذا ظني صحيح قال أنا عندي علم يسمى بعلم النجوم وأتمكن من استخراج الغالب من المغلوب أنا أتمكن أحسب النجوم وأعرف أن أي ملك يغلب وأي ملك يغلب فأستخرج لك أنه هل تغلب في هذه الحرب فتروح أقول لك روح أستخرج أنك تغلب في هذه الحرب فتروح ملك المغلوب قال هذا أحسن شيء أننا نعرف هل نغلب أو نغلب غمسين قال لكن هذا شيء كبير وشيء صعب غمسين شنو يريد أنا كل شيء إمكاني بي قال أولا إني أريد منك العلماء لأن العلماء يعاونوني هو شنو أراد؟ أراد تبقى على علماء المسلمين حتى لا يقتلهم المغول لأنه المغول كان يقتلون العالم والجاهل والثري والفقير حتى العام يصورون المغول ولدوا في سبزوار ونفوسها 100,000 وخرجوا من سبزوار ونفوسها 40 فقط قد العام أشهر رجع تاريخه قال هذا يحتاج العلماء حتى يساعدوني في علمي قال لا بأس إني آمر الجيش أن لا يقتلوا أي إنسان أنت تقول إنك محتاج إليه ولذا جمع حول نفسه فرد كنز كبير من علماء الشيعة والسنة وأساميهم موجودة في التاريخ بينما هو مع العلم هو عالم شيعي نصير الدين الطوسي فجمع أي مكان يشوف عالم أكون يقول لجيش المغول هذا عالم ينفعني يخلوه هذا صنع صنيع قال للملك المغولي وأحتاج إلى شيء ثاني قال ما هو الشيء الثاني؟ قال هذا الشيء والاستخراج من النجوم يحتاج إلى كتب قال زين الملك المغولي قال له لا بأس إني أأمر جيشي أن لا يحرقوا أي مكتبة أنت بحاجة إليها لا بأس فأي بلد يصلون يشوف المكتبات يقول أنا محتاج إليها والمؤرخون ذكروا أنه في ذلك الزمان جمع في مكتبته من كتب المسلمين 400,000 كتاب الآن الكويت بلد ثري والحكومة في الكويت مصرة على جمع الكتب لكن هل في الكويت مكتبة فيها 400,000 كتاب؟ وهذه كتب مطبوعة مو مخطوطة في إيران مكتبة المجلس الضخمة فيها 80,000 كتاب ومكتبة الإمام الرضا الضخمة فيها 60,000 كتاب وفي النجف مكتبة الأمين الضخمة فيها 35,000 أو 40,000 كتاب ومكتبة الخلان الضخمة في بغداد فيها 50,000 أو 45,000 كتاب ذاك اليوم نصير الدين جمع كتب المسلمين باسم اكتشاف النجوم 400,000 كتاب حتى لا يحفظ الكتب باسم النجوم جمع وجمع العلماء ثم قال للملك المغولي قال إن هذا العلماء وهذه الكتب والنظار والحفاظ لهؤلاء يحتاجون إلى مال الملك قال أنا ما عندي مال أعطيك قال زين إني أقول للجيش الأوقاف يخلون إلي قال لا بس يعني أنهم إذا وصلوا إلى بناية وقف لمشروع خيري لا يهدموه لأن بناء المغول يحرقون المكتبات ويهدمون المساجد والأوقاف وما أشبه قال إني أقول للجيش أن أي مكان ووقف أنت أردته يبقوا لك بقى الأوقاف وأبقى على المكتبات وأبقى على العلماء نصير الدين الطوسي وقصة أطول من هذا وأطول وإنما إني أوجزه وألخصه
وبهذا صنع مرصدا فلكيا في مراغة. مراغة عاصمة أذربيجان القديمة في أواخر بلاد إيران في بلاد تبريز وهالأماكن فوق شوي فوق، هناك مركز يسمى مراغة. ومركز مراغة ومرصد مراغة وزيج مراغة الذي أسسها نصير الدين الطوسي إلى اليوم يعتبر من فلك للدنيا إلى اليوم. اليوم 700 سنة الآن. الزيج الذي كتبه نصير الدين الطوسي إلى اليوم يخدم العالم. مرصد مراغة ما في قارين في التاريخ، ما قارين في التواريخ الحديثة، وما في هذا الأشياء. هذا العالم الكبير بهذا العذر وهذه الحجة تمكن من التحفظ على علماء المسلمين، مكتبات المسلمين، أوقاف المسلمين أمام ذلك السيل الهائل الهادر من القتل والإحراق والتدمير المغولي، وله قصة أعظم من هذا. هذا العالم الكبير، وصلنا إلى أخير القصة ومحل شاهدنا، هذا العالم الكبير ذات مرة يسافر من بلد إلى بلد. يسافر مثلا عبوربو من الكويت إلى الجهرة، وصل إلى تلك القرية، إلى قرية. القرية كانت هنالك في هذه القرية طحان. الطحن السابق كان بسبب الحيوان وبسبب الرحى، مو بسبب وسائل حديثة أوتوماتيكية. هو وجماعة من أصدقائه يسافرون، لما وصلوا إلى هذا الطحان قالوا للطحان: هل تستضيفنا هذه الليلة؟ نحن عندك غيوم. قال: لا بس تفضل. هذول الهواء معتدل، لا بارد لا حار. فرشوا فرشهم خارج الغرفة، يعني في قرية، يعني في الشارع. فرشوا فرشهم في الشارع يريدون النوم. الطحان جاء وقال لهم: إن هذه الليلة تمطر السماء فتتبللون، ناموا في الغرفة. نصير الدين الطوسي العالم الفلكي المشهور خسف والنظر الأرصاد الجوية، ماكو ذاك اليوم الأرصاد الجوية، ماكو. حسب ونظر في الجو ونظر إلى النجوم ووضعها والهواء واتجاهها، قال: هالليلة ما ينجم، أبداً خسر لها. هذا الطحان أصر بأنه تمطر الهواء. طحان عامي، من أين يعرف تمطر الهواء أو لا تمطر؟ نصر الدين قال: لا تمطر. وفرشوا فرشهم خارج الغرفة وناموا، وإذا في نصف الليل أخذت المطر تحصل بشدة. كلهم تبللوا وشالوا فرشهم، جاءوا إلى الغرفة، ناموا. بعد ذلك في الصباح نصير الدين طلب هذا الطحان وقال له: هل أنت دارس النجوم؟ قال: لا. هو ما يعرف نصير الدين، فرد أكون جعالي. قال له النصير الدين الطوسي: هل أنت تعرف النجوم؟ قال: لا ما أعرف النجوم. قال: فمن أين عرفت بأنه تمطر أو لا تمطر؟ شاهدنا هالكلمة من القصة. قال: إن لي كلب كل ليلة تمطر هذا الكلب يأتي وينام في داخل الرحم، وكل ليلة لا تمطر هذا الكلب يذهب ينام خارج الرحم. كل ليلة يمطر هذا الكلب ينام داخل الرحم تحت السقف، وكل ليلة لا يمطر الهواء والسماء لا تمطر هذا الكلب ينام خارج الرحم. نصير الدين توجه إلى أصدقائه وقال: انظروا، إن كلبا يعرف من الأرصاد الجوية ما لا يعرفه نصير الدين على علمه الواسع بالنجوم. حيوانات، ألم تبع حيوانات؟
وفي الحقيقة هذا الشيء إلى اليوم مجهول. من أين يعرف الكلب؟ إلى اليوم الكلب أشياء. الكلب يعرف يا ليلة تنطر ويا ليلة لا تنطر. من أين يعرف؟ من عينه؟ من أذنه؟ أكو في رادار خاص؟ أكو في ترمومتر خاص؟ من دمه؟ لا يعرف الحيوان، كلام كان في الحيوان. الحيوان لها ذكاء ولها فكر ولها رؤية استقبالية أحيانا أكثر من رؤيتك ورؤية. لكن يأتي دور الإنسان. الإنسان إذا عصى الله أسوأ من الحيوان، لأن الحيوان يطيع الله. الحيوانات كما ذكرنا في هذه الآية المباركة كل قد علم صلاته وتسبيحه، لكن هذا الإنسان إذا عصى أسوأ من الحيوان، وإذا أطاع أعلى من الحيوان. الإنسان ليس قيمته بهيكله، وإنما قيمة الإنسان بطاعته ومعصيته. أذكر الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غرد حمارا، شايفين الدابة جلكم الله الحمار، وقال له لعنك الله. أنا شايف هذا الشيء واقع قسم من الناس هؤلاء، إذا لسانهم مو لسان واحد الليل فيسبون حتى الحيوان. أنا شايف هذا الشيء. الإمام الصادق يقول إذا غرد الإنسان حمارا وقال لحماره لعنك الله، قال الحمار، الإمام الصادق يقول قال الحمار لعن الله أعصى مني ومنك لله. الحمار يقول لك لا، وأنا لعنني الله، أنا أعصى لله خل الله يلعني، أنت أعصى لله خل الله يلعنك. لعن الله أعصانا لله. الحيوان إذا أطاع الإنسان يصل إلى مرتبة الملائكة، وإذا والعياذ بالله الإنسان ما تمكن أن يحفظ عينه أو لسانه أو أذنه أو بطنه أو جنسه، ماذا يصبح؟ أصبح أسوأ من الحيوان. أبو آية في القرآن ووقتنا انقضى. أبو آية في القرآن الحكيم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في تفسير هذه الآية أن الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت خنزيرا ولم أعص الله. لأن الخنزير ولو حيوان نجس ولو حرام أكله، لكن حرمة أكله ونجاسته لمصلحة. الإنسان الكافر بالله هذا أسوأ من هذا الحيوان. رجعوا في تفسير سورة عمة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أن يوم القيامة الكافر يقول يا ليتني كنت في الدنيا خنزيرا ولم أكن عاصيا لله تعالى. ولهذا من الضروري علينا أن نواظب على ألسنتنا وعلى قلوبنا وعلى أفكارنا وعلى طاقاتنا في إطاعة الله سبحانه وتعالى. الكلمة ملحق. بعدها تكلمنا حول بعض الأمور المرتبطة بالنساء. بعدين نساء يجون هنا في الحسينية الكثرة ما شاء الله، ونسأل الله أن يكثرهم أكثر فأكثر. ومن الضروري على الأصدقاء يجيبون النساء أكثر فأكثر. إن شاء الله ما بنشاهد فرصة في الحقيقة، وهذه الفرصة الآن انتصفت. الآن نحن في منتصف الشهر تقريبا، بعد أيام قليلة شهر رمضان كذا، وكل يرجع إلى عمله وإلى شغله وجزاهم الله خيرا. فمن الضروري الإخوان يجيبون بالنساء وبالأولاد أكثر، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.